كتر خيرك يا لبنى، انا متشكر جدا. فلوسك اهي. علي انت ليه مصر تزعلني؟ والله اصل ربنا فرجها، وانا دلوقتي بقى معايا اللي يكف ويزيد. ربنا يزيدك، خليهم معاك عشان خاطري. والله مش محتاجهم، بقول لك فرجه. انت ليه دايما عايز تعمل فرق بيني وبينك؟ انت ما تعرفيش يا لبنى ان انت عزيزه عليا. عزيزه عليك قوي ولا نص نص؟ لا طبعا قوي، عشان كده انا كنت عايزك في موضوع. ايه؟ قولي علي موضوع ايه؟ كنت عايز اتكلم معاكي شويه. تعال. طب بس ما تتسرعيش. طب ثانيه واحده. ايه؟ بالراحه. هو في حد يلاقي بنت زي لبنى دي ويفرط فيها؟ حته جوهره بذمتك يا بطه، انت شفتي حد باخلاق البنت دي وشهامتها وجدعنتها؟ ده مفيش حد بيعمل كده اصلا دلوقتي. شوف يا بطه، رغم ان انا بحب البنت دي وبتمنى ان هي تكون رزق من الدنيا دي كلها، الا اني بلوم على علي. ده لو انا منه اتبت فيها بايديا واسناني. كفايه بقى، كفايه يا اخي. ايه يا بنت مالك في ايه؟ انت ايه، مفيش سيره غير الست بتاعه بتاعتك دي؟ انت ما عندكش قلب، ما عندكش دم، ما عندكش رحمه. انت اللي لو عندك رحمه كنت رحمت صدرنا من الطعميه دي وجبت لنا منها سندوتشات كبده. يا بنت انت استعرت ولا ايه؟ يا ساتر. روحي يا شيخه، الله يهب فيك باجور انت ولبنى في يوم واحد. صلي على النبي الاول. عليه الصلاه والسلام. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده لمصلحتك، ولو انا مش عارف ان انت زي اختي ما كنتش قلته. ما بلاش حكايه زي اختي دي وخليها اي حاجه تانية. طب اكتر من اختي يا ستي، يعجبك كده؟ ايه اللي يعجبني؟ انت اي حاجه بتقولها بتعجبني. عارف يا علي، عايزه اقول لك حاجه بس مكسوفه، بس هقولها برضو. ساعات اول ما بروح البيت بعمل كوبايه شاي. الله، طب وايه يعني؟ ما كلنا بنعمل شاي. ثانيه واحده يا علي، ثانيه واحده، ما انا هكمل اهو. ساعات اول ما بروح البيت بعمل كوبايه شاي وادخل البلكونه واتنهد وابص للسما وافكر فيك، بفكر في كل كلمه بتقولها وبفكر في عينيك. عينيك بتخلي احاسيسي تهتز، بتخلي مشاعري فايبريشن زي التليفون. بس انا ما استاهلش منك حتى مس ديكول. لا يا علي، تستاهل اكتر من كده، بس انت مش واخد بالك. علي انا لبنى. عايز ايه؟ تعالي ايه؟ عايز سندوتشات. خلاص شطبنا. شطبتي ايه؟ الاكل هو، انا هموت من الجوع. بقول لك خلاص شطبنا، زق عجلك بقى، نلتقي بعد الفاصل. طب خلاص ما تزقيش. يا تجدهية في شكلك، قطعت حبل أفكاري. خلاص بقى معلش. كنا بنقول إيه يا علي؟ بصي بقى، لا تقولي ولا أقولك، أنا هخش في الموضوع على طول. اسم الله عليك، انجز وادخل في الموضوع على طول. بقولك إيه، أنت مش نفسك تتجوزي؟ ياه يا علي، أنا مش مصدقة. معقول؟ لا 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 لا، ده سؤال عابر يعني، ما فيهوش حاجة. أنا بسألك عادي، يعني مش نفسك تتجوزي؟ أكيد أكيد، أي بنت في الدنيا بتفكر يعني في الجواز وكده. طب رأيك بقى، أنا جايب لك عريس، وعريس ابن حلال قوي وبيحبك قوي. علي أنا كنت واثقة إنك بتغمي نفسي عليا لما بشوف كوابيس وخانقة. مساء أبيض متوسط، لسه محدش عبكره. كزيكو. إزيك يا علوة؟ تمام. إيه يا لبنى، ما بترديش ليه؟ ده سلام لله يا شيخ. عايز إيه؟ ايه يا ست الكل، وانا مش باين عليا زبون ولا ايه؟ مش شايف بالعينتين اللي في وشك ان احنا خلاص شطبنا؟ اصل انا شفت بالعينتين اللي في وشي ابو علي قاعد، فقلت اكيد انت لسه شغاله يعني. لا لا زكاوة، معلش انا مش جاي زبون. لا مؤاخذه حلوه، يبقى انا بقى جيت عزول. لا لا لا، انت مخك راح لبعيد قوي يا راجل. ولا القريب، هو انا اكره لك؟ ده انا افرح لك يا اخي، ده احنا اصحاب. مبروك مقدما. ما قلت لك يا جدع مخك راح لبعيد. لبعيد لحد فين يعني؟ ما كفايه لوك 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 لوك، لازمته ايه الرغي ده كله؟ جرايه يا لبنى، بتكلم مع صاحبي. هو الكلام عندك بفلوس زي الكبده بتاعتك ولا ايه؟ ما تلم نفسك يالا، انت جاي تلعب البخت في دماغتنا ولا ايه؟ طب بذمتك يا ويكا، انا قلت لها حاجه دلوقتي عشان تتنرفز؟ بصراحه بقى زيكو، انت جيت وقطعتنا وكنا بنتكلم وبعدين جفت بقى جدع. امرك يا ويكا. المهم قول لي، عم سيد عامل ايه؟ هعمل له عمليه بكره.
ألف سلامة عليها ويكا، إن شاء الله يقوم بالسلامة. أي حاجة تحتاجها شاور بس، أشر وشوف أنا هعمل معاك إيه. لا الحمد لله، أنا ربنا كرمني من واسعة. الشغل بكرة على الكيف، أي زبون تسلقطه حلال عليك. ربنا كده يا سيدي يكرمنا زي ما كرمك ويجعل ليلتنا فل. ما تزق عجلك بقى لحسن الدنيا بقت خانقة وحر قوي. ماشي يا ست لبنى، ما هي الدنيا كده، يوم حلو ويوم مر. سلام. يا خسارة، ماشي قبل ما أضحك، أصل دمه خفيف قوي. يا ساتر يا رب عليه. بقولك إيه يا علي، إحنا مش هينفع نتكلم هنا، ناخد بعضينا كده نقعد على قهوة في الحسين نشرب لنا كوبايتين شاي ونتكلم. لا بصراحة بقى الحكاية مش مستاهلة. أنا كنت عايز أقولك يعني أنا مش بتاع جواز، أنا مفكرش في الموضوع ده دلوقتي. ما كل الناس مش بيفكروا في الموضوع ده، وبعدين بيفكروا يعني أنا ممكن أستنى. ولو قلتلك إن أنا عندي عريس جاهز مستعد اتجوزك النهاردة قبل بكرة تقولي إيه؟ حسن أخو بطة. شفت أنت عرفت إزاي؟ حسن ابن حلال بيعزك قوي. عارف يا علي، لو وقعت من الدور السابع، لا لو وقعت من الدور السبعين كنتش هحس بوجع زي الوجع اللي انا حسيت بيه دلوقتي. انا عايز اقولك بس يا ما تقولش، انت خلاص قلت كل حاجه. البنت دي مش المفروض تسكن في ادوار عليها. تستاهلي اكتر من كده، انت اللي كنت متعلقه في الحبال الدايبه. بقولك يا حسني، بنتك هي اللي غلطانه، الواد عداه العيب. البنت سيختي مدلوقه عليه قوي. بنت بصي لي هنا وردي عليه احسن، حفرمك تحت رجليا. هو امتى بقى عشمك بالجواز؟ ما عشمنيش يا اوسة، بس عارفه اللي لادي ذبحني بسكينه دلمة. لا ولا قوه الا بالله يا حبيبتي. هو خاف عليكي، كان عايز يقولك لكن ما قدرش يا لبنى. واللي ما يجي على القلب عنايته صعب. وماله حسن صاحبه يا بنتي؟ ايه اللي يعيبه؟ ما هو بيشتغل نفس شغلته وبيكسب زيه. ياما حرام عليكي، ما بحبوش. يا اختي بطلي نمرضه، هو حد لاقي عرسان اليومين دول؟ قال على راي المثل الدلاع يعوجه في الايام السوده. حقه، حد لاقي عرسان اليومين دول؟ وحبيبك اللي ما يبقى عليكي عدوك اقرب منه ليكي. لو ما سكتوش انتوا الاثنين هدوا على جدتي جاهز وولع في نفسي. تولعها في نفس الدقيقة يا بنت، هو انت كنت بايره ولا كنت بايره؟ ده حسن بيتمناك يا بنتي. بالراحة يا حسني عليها يا حبيبة قلبي، اسمعي الكلام، خدي اللي بيحبك ما تاخديش اللي انت بتحبيه. وحسن ماله يا جماعة؟ والله يا حسن في شوية عيوب بسيطة كده ولا يمكن اصلاحها صحيح، انما هو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يا اوسة انا ما قلتش حاجة، حسن جدع وصاحب صاحبه، بس ما بحبوش. القلب ما يريد بقى. زقيه شوية بت، تحتحي القلب شوية ناحية حسن. عارفة حسن ده اللي مش عاجبك ده تحفة أثرية، ده انت بكرة تدوري كده ما تلاقي البنات كده خطفوه خطف. الله، وساعتها تندمي وتعياطي وتبقي لا طولتي عينة بالشام ولا بطيخ الفيوم. يا أوسة انت عايزة تضحكيني ليه بت؟ وانا اسمعين ياسين. اسبقوني انتوا عبال ما اتكلم مع الدكتور. ماشي. السلام عليكم. دكتور مصطفى شحاته فين؟ صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير يا علي. خلاص حضرتك نويت تعمل العمليه لابويا بكره؟ انا مش قلت لك الكلام ده من كام يوم يا علي؟ ما تاخذنيش يا دكتور، اصل انا خايف قوي. انت ما تعرفش ابويا ده غالي عندي قد ايه. شوف يا علي، لازم يكون عندك إيمان بإن الأعمار بيد الله. الطب ده مجرد سبب من الأسباب في الشفاء، والموت له أسباب تانية كتيرة. اللي ليه عمر يا علي مفيش قوة في الدنيا ممكن تنقص من عمره ثانية، واللي ملوش برضه مفيش قوة في الدنيا ممكن تزود عمره ثانية. في ناس يا علي بتفتكر إن الفقير بيموت ناقص عمر لأنه ما بيقدرش يدفع ثمن العلاج. لا يا علي، الكلام ده مش حقيقي، لأنه في نفس الوقت إنسان غني
يقدر يدفع ملايين علشان الطب ينقذه، لكن مفيش فايدة، بيموت لأن أجله انتهى. كلامك ده ريحني قوي يا دكتور، لكن لكن إيه يا علي؟ برضه عايز أعرف يعني العملية دي خطر؟ يبقى ما فهمتش الكلام اللي أنا قلته. لا فهمته، فهمته وآمنت بيه، بس ده أبويا. عارف يا دكتور؟ عمره ما مد إيده عليا. أنت ما تتصورش أبويا ده ضحى عشان قد إيه. شايف هو فقير إزاي؟ بس في قلبه حنان يساوي كنوز الدنيا دي كلها. أرجوك يا دكتور، ده أبويا. أنا مش عارف أقول لك إيه يا عم عبدو. ما تقولش حاجة يا علي. أنت تدعي لأبوك إن ربنا ياخد بيده. اللي أنت دفعت دعم عبدو دين في رقبتي. بلاش الكلام ده يا علي. أنا ليا في أبوك يمكن أكتر منك كمان. ده إحنا يا ابني نص عمرنا قضيناه مع بعض أصحاب ومفيش بينا إلا كل معروف. أيوه يا عم عبدون، بس لما كنتش دفعت الفلوس دي ما كانش حد هيلومك. فلوس إيه يا ابني؟ فلوس إيه؟ دول شوية ورق، لا راحوا ولا جم، شوية ورق. أنا مش عارف أقول لك إيه، ربنا يخليك ليا يا عم عبدون. إدخل اطمن على أبوك، إدخل يا حبيبي. ازيك يا ابو النهار، عامل ايه؟ الحمد لله يا علي. هي العمليه الساعه كام؟ حبيبي ياخدوه كمان نص ساعه. انا عايز ابقى مع علي لوحدينا، سيبوني مع علي شويه. تعال يا علي اقعد يا ابني. خير يابا، في ايه؟ الحمد لله اني ربيتك لحد ما كبرت وبقيت تقدر تشيل مسؤولية. انا عاوز بس اخليك تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من امك يا علي. متخافش يابا، انت بتوصيني كده ليه؟ انت هتعيش يابا ان شاء الله، الدكتور طمني وقال عملية بسيطة قوي، ما تخافش يابا. طب قولي، انت دفعت مصاريف العملية اللي طلبها الدكتور؟ كل حاجة اتدفعت، اطمن يابا. جبت الفلوس منين يا علي؟ من عرق يابا، بالحلال. ما تخافش يابا، انا كنت بشتغل ليل نهار، الحمد لله ربنا اكرمني اخر كرم. كنت انت استفدت بالقرشين دول يا ابني، عملتهم رسمال حاجة تاكل منها عيش. يا بابا انا افتيك بروح خير كتير يا بابا، الحمد لله. طب بلاش تكذب على ابوك يا علي، انا عارف الدير وغطاها يا ابني. المهم انا لسه عندي كلمتين وعاوز اقولهم لك عشان خاطري. ليكش دعوة ببنات الناس عشان ربنا يبارك لك في رزقك وفي عافيتك. يابا ما تخافش يابا، انا زي ما انت ربيتني ما ليش ذنب في اي حاجه حصلت قبل كده. خدها نصيحه من ابوك، الخير لا يبلى، الشر لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. بابا بابا رد علي يا بابا. بابا 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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله.
الفاتحة. بقى في حياتك يا علي؟ حياتك الباقي يا عم ابراهيم. يا ابني المرحوم والدك كان زي اخويا، واعتبرني زي والدك، وبيتي مفتوح لك في اي وقت. متشكر يا عم ابراهيم، ما جيلكش في حاجه وحشه. شد حيلك يا علي، شد حيلك يا ابني، شد حيلك، ما جيلكش في حاجه وحشه يا عم عبدون. لو عوزت اي حاجه يا ابني في اي وقت مر عليا في الورشه. ربنا قدرني على رد جمايلك يا عم عبد. الحمد لله اني ربيتك لحد ما كبرت وبقيت تقدر تشيل مسؤولية. انا عاوز بس اخليك تاخد بالك من نفسك، تاخد بالك من امك يا علي، مش خاصيك على امك، امك أمانة في رقبتك. يا معلم وحيد الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يما دي أمانة ربنا بعتها لنا، لما يجي ياخدها مننا نزعل؟ لا يا ابني أعوذ بالله، لا يا حبيبي أنا مش معترضة، دي إرادة ربنا، بس الفراق صعب. خلاص بقى يما ادعي له وقري القرآن. حاضر يا ابني، ربنا يجعل مسواه الجنة. شكلك كده خايفة تنام لوحدك صح؟ خلاص أنا هغير هدومي وأجي أنام جنبك. خدها نصيحة من أبوك، الخير لا يبلى، الشر لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. مع السلامه يا هي. احكي لي يعني ما فتحتش معاه الموضوع؟ انت جرالك حاجه يا وليه؟ رايح اعز الواد في ابوه، قوم اقول له تعالى اتجوز بنتي. يعني ما نزلتش دمعتين كده، ما شافكش وانت متاثر قوي. لا طمني، سبكت الدور على الاخر، حتى الدمعه كانت هتفر من عيني، ده انا كنت هعيط وانا حاطط دماغي على صدره. بجد يوم سبكت عليه الدور قوي كده؟ والله انا عايش مع جوز مجانين. ايه ده؟ ده احنا عايشين مع واحد ما بيحبش بنته بقى. هو انا لو ما بحبش بنتي كنت عملت ده كله ليه امال؟ طب وايه الفايده يابا ما دام مفيش حاجه بتحصل؟ بالصبر بالصبر، بالراحه شويه، اصبروا، كل حاجه باوانها. يا سلام، وامتى بقى اوانها ده؟ كده يابا هو ملوش اي حجه، انت رحت وعزيته وعرف ان انت صاحب ابوه، الروح بالروح واكتر من اخوك كمان.
انا بقول نستنى عليه شويه لغايه لما يشد حيله. لحد امتى؟ انا مش هصبر، انا عايزه دلوقتي عقد نافع. انا بقول لغايه الاربعين. اربعين مين يا عمر؟ يا مين يعيش؟ موت يا حمار. هو في حد يا اخوانا ابوه يموت ويتجوز قبل الاربعين؟ ده الناس تاكل وشه. حصل امتى ده يا علي؟ البقاء لله. خس عليك يا علي، معقوله تقعد المده دي كلها ما تقوليش ولا حتى تفكر ترد عليا لما اطلبك؟ انا كنت هتجنن طول الفتره دي وانا قلبي مقبوض، ولولا ابويا انا كنت نزلت لك مصر. لا يا علي، كان لازم تقولي هو انا وانت ايه؟ مش واحد. انا ما هنش عليا شايلك الحزن معايا، قلت اشيله انا لوحدي. عارف يا سمك، عارف انت مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه. لا مش هنزل دلوقتي، هنزل كمان يومين. لا هجيلك طبعا، بس لما اروق شويه. مع السلامه حبيبتي. مالك يا سمكة؟ في ايه؟ عمو جمعة جراله حاجة؟ طب ما تتكلمي يا سمكة، في ايه اللي حصل؟ ابو علي تعيش انتي. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انت يا اختي كنت تعرفي؟ ابدا، ولا عمري شفته. ما تعمليش في نفسك كده، دي اعمار. انت مش فاهمة يا سمير، انت مش فاهمة علي ابو غيري عنده قد ايه. انا كنت مفروض ابقى جنبه في موقف زي ده. ربنا يصبره. صباح الخير. ايه ده؟ هو العسل وصل وانا مش واخد بالي. يا ريتني قمت من بدري، ده احنا النهارده نهارنا نادي باذن الله. ايه ده؟ مالك يا سمكه؟ في ايه؟ ابدا يابا سلامتك، مفيش اي حاجه. ده في حاجه دخلت في عيني بس. لا حاجه ايه اللي دخلت في عينك يا بنتي؟ ده انت بنتي وانا ابوك. قولي لي هتخبى عليا في ايه؟ اصل ابوها ابوها مات. لا ابو مين؟ مال ابوها؟ بعد الشر عليك يابا، ده ابو واحده صاحبتنا يعني تعيش انت. انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يلا يا بنتي، يلا نروح نعمل الواجب. نروح فين؟ لا يابا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ ما هي دي الأصول يا بنتي ولا إيه؟ إيه رأيك يا سمكة؟ نروح لهم إحنا ولا نستناهم هم هنا لحد ما يجولنا؟ هم مين اللي هيجولنا؟ الله، أنتوا ناويين تعملوا العزا هنا؟ أنتوا قلبتوا البيت ده دار مناسبات من ورايا؟ خدي دول ياما. إيه دول يا ابني؟ خليهم معاكي. يا حبيبي انا الفلوس اللي انت اديتهمني من يومين لسه ما خلصوش. ياما انا مش عايزك تحتاجي حاجه، انت خلاص بقيتي مسؤوله مني، وان شاء الله هتعيشي معززه مكرمه اكتر ما كان ابويا الله يرحمه يتمنى. يا حبيبي ربنا يخليك لي، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه اشوفك كده كويس ومع بنت الحلال. ربنا يخليك لي ياما. كنت هنسى، المعلم عبدون مشيع لي الواد حسن، مش عارف عايزني في ايه. والله الراجل ده جميل، وقت كتير قوي الواحد مش عارف يقول له ايه. صباح الخير يا معلم. مرحبا يا علي. حسن قال لي انك عايزني. انت عامل ايه؟ الحمد لله يا معلم. نزلت الشغل؟ الحقيقه لسه. امال بتعمل ايه؟ قاعد في البيت زي الولايه ولا قاعد جنب امك بتسلم على الستات اللي بيجوا يعزوها؟ قال على راي المثل حيلة العاجز دموعه. أنا بقول لك الكلام ده يا ابني عشان أنا زي المرحوم أبوك، وأنا سبق وقلت لك إن أنا وهو ابتدينا صبيان، كنا بنشطف ونلمع لحد ما اتعلمنا النقش على النحاس. أبوك الله يرحمه ما كانش بيبص لقدام، ياما قلت له تعالى سيد نفتح ورشة مع بعض، كان يقول لي لا أنا كده كويس قوي، يعني من ضامن يعيش لبكرة. انا بقى قلت لا، مسكت على بطني جامد واستحملت لغايه ما عملت قرشين وفتحت الورشه.
ولما جيت له قلت له يا سيد تعالى اقف جنبي وساعدني ما خلانيش اتنيها، لدرجه انه ما كانش بيرضى ياخد يوميته الا لما بيع البضاعه وقبض ثمنها. اقعد يا ابني اقعد. ياه، ده انا مهما عملت ومهما قلت مش ممكن اوفيه ابدا جمايله عليا. الله يرحمه ويحسن اليه. خد يا ابني. ايه دول يا معلم؟ مكافأة المرحوم. لا يا معلم، خيرك سابق وكفاية اللي انت صرفت على ابويا في المستشفى. مصاريف ايه يا ابني اللي صرفتها على ابوك؟ ابوك يستاهل كل خير، الله يرحمه ويحسن اليه. خد، اعتبر ان ابوك سابهم لك دول، وزي ما قلت لك قبل كده المحل كله تحت امرك، البضاعة اللي تحتاجها خدها وفي اي وقت. معلم انا مهما قلت ومهما عملت مش هقدر اديك حقك، وجمالك دي على راسي من فوق، وان شاء الله هيجي اليوم هردها لك. انا حاسس اني بقى ليا اب تاني يا حبيبي. علي انت مديني الفلوس دي ليه؟ ده حقك ياما. الفلوس دي فلوس ابوك، يعني فلوسك برضه وفلوسك انت كمان ياما. دي مكافاه السنين، الايام الحلوه والايام المره. كفئتك ياما. يا ابني انت مش قلت انك انت مش هتخليني محتاج حاجة؟ وبعدين انا معايا اللي يكفيني، انت اللي محتاج فلوس كتير علشان تشتغل بيها. انا الحمد لله ياما معايا الفلوس اللي هشتغل بيها. انا عايزك تاخدي الفلوس دي وتنزلي الساغة تشتري كل اللي نفسك فيه. طب انا هاخد الفلوس، بس ايه رأيك بقى؟ انا مش هنزل السوق علشان اشتري الدهب، لا انا هشيلهم لك علشان يبقى المهر معاك لما تروح تتجوز، يبقى مهرك معاك. مهر ايه ياما؟ دي الدنيا اتغيرت. الجواز دلوقتي ما بقاش مهر وشبكه، الجواز دلوقتي عايز شقه بألوفات. طب ما الشقه اهي، ولا انت عاوز تتجوز وسيبني هنا لوحدي؟ انا برضه اسيبك ياما، ربنا يخليك ليا، ده انا شايلك جوه عينيا. امال ايه حكايه الشقه؟ ما انا ياما لما اجي اتجوز انا مش هسكن في سلام لك، اللي رايح والجاي يشوف انا بعمل ايه. انا نفسي في شقه حلوه عاليه. يا ابني الشقه دي انا اتجوزت فيها وقضيت فيها سنين عمري مع ابوك الله يرحمه، وخلفناك فيها وربناك، جاي دلوقتي تقول ان الشقه مش عاجباك؟ مش حكايه مش عجباني ياما، انت يعني تكرهي لي الخير؟ افرضي يعني لقينا شقه حلوه وربنا كرمني، وبعدين ياما انت برضه عايزه تقضي لك يومين حلوين، ولا يعني العيشه الحلوه حرام؟ بورسعيد ايه بس يا علي؟ والشغل هنا ماله؟ ما احنا شغالين وبنكسب ويافتين والحمد لله. انا ما قلتش حاجه، الحمد لله. انا عاوز ننط لفوق، نقب على وش الدنيا. طب هو يعني اللي هنعمله في بورسعيد هينططنا لفوق ولا هيقببنا على وش الدنيا؟ هات بدل. هنعمل اللي انا عملته المره اللي فاتت، هنشتغل في البحر. طب وشغل البحر ده احنا ما نعرفش عنه حاجه. هات سكر يا بدوي. حاضر يا استاذ. ما انا كنت بقول زيك كده لغايه ما لقيت اللي علمتني. ايه اللي علمتك دي يعني؟ واحده ست؟ سمكه. طب دي سمكه ايه؟ مشويه ولا مقليه؟ بوري ولا شبار؟ يا ابني ما تفهم الاول، انت مفيش حاجه في دماغك غير الاكل. صراحه كده يا علي انا خايف لا يكون موضوع والدك ده اثر عليك. يا ابني انا قصدي الدبش اللي في شلة. اسمها سمكه، بصراحه البنت حلوه زي القمر وجريئه كمان. جريئه يعني قليله الادب يعني؟ لا ده انت الكبده سايح دماغك. انا قصدي اقول لك البنت قلبها جامد ما بيهمهاش حد. فاقده يعني؟ مسجله خطر؟ ايه البنت جدعه حسن، جدعه. هوب ملك محمود قوي كده ليه؟ طب قول لي، طيب احكي لها يا معلم. بحبها. هوب هو ده الشغل. طب وهي بتحبني؟ طب ومستني ايه يا علي؟ ما تخلص. بص يا حسن، انا مفيش حاجه في دماغي اليومين دول غير الشغل. يوم ما ابقى جامد وكبير قوي هستحقها. استنى علي وين كفي ايه يالا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ضنايا يا ابني، ده جالك بدري عن اوانه. هو ايه ده؟ وجع القلب يا ويكا، طبيت في الخايه يا جامد. هو ده اليوم اللي انا مستنيه منك من زمان. ولا هات يا عم الشيشه يا عم، انت سايبنا ليه؟ طب جاي دور كوتشينه؟ تعرف يا حسن الميزه اللي فيك ايه؟ ايه؟ هي نفس العيب اللي فيك. طب جاي ولا الدور الجاي؟ بقى بيحب واحده في بورسعيد وعاوز ياخدك بقى معالي ان شاء الله عشان تحرسه وهو بيقابلها. يا بنت الهلفطه اللي انت بتقوليها دي، بقول لك بيشتغل معاها في البحر مش بيحبها. في البحر؟ كمان نقل شغله في البحر عشان خاطرها؟ ده ايه الحب ده كله؟ انت مفيش في دماغك غير الحب والكلام اللهبل ده. انا يا اخويا مفيش في دماغي حاجه، انا بس صعبان عليا صاحبك اللي غرقان لي شوشته وعاوز يغرقك معاه.
معلش بقى، هو صاحبي ولازم اقف معاه. وهو كان واقف معاك في الست بتاعه اللي انت بتحبها دي؟ يعني كان هيعمل ايه اكتر من اللي عمله؟ كان ناقص يضربها عشان يخليها تتجوزني. انت مالك يا حسن بتدافع عنه وبترقع له ليه كده؟ مالك يا بت، ايه اللي جرالك؟ مالك قلب على علي قوي كده؟ انا مش قلب على علي ولا حاجه، انا بس صعبان عليا حاله، وبعدين هو عايز يبعدك عني وانا ماليش غيرك في الدنيا. يا بطه، ده اكل عيش والرزق بيحب الخفيه، وبعدين انا مش رايح ابلط في بورسعيد، والشغل ما بين هنا وبين هناك. بس انا بقى لازم ابقى مطمن عليك يا حسن، احنا اخوات ومقطوعين من شجره وملناش غير بعض. ويوتما يعني ايه؟ بلاش اسافر اشتغل معاه؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدعي لنا كده وتتمنى لنا ان ربنا يوفقنا. يعني انت مصمم انك تسافر؟ معلش انا خلاص وعدته. خلاص يبقى اجي معاكم. اجي معانا فين؟ وشغلك؟ مش انت بتقول ان انتوا مش هتعوقوا هناك؟ كله حسب التسائل. خلاص يبقى طز في يومين تلاتة وابقى انا عوضهم هناك. تعوضيهم ازاي؟ هشتغل معاكم. يا بطة ده شغل رجالة. يا سلام، وسمكة دي تبقى راجل؟ لا، سمكة بلطية تمشي في البحر كده. بورسعيد كده مرة واحدة؟ بصراحة بقى يا لبنى، أنا لقيتها فرصة أريحك مني شوية، والمرة أريح معدتي من الكبة. يا عم تريحني منك إيه؟ هو أنت قاعد على التافي؟ عارف يا أبو علي، رغم إن أنت ساعات كده بتبقى مجانين وكله، لكن طيب عشان كده بستحملك. ماشي، مجنون لبنى. وبعدين بقى هعديها لك المرة دي عشان أنت مسافر. طب خلي بالك من نفسك. حاضر. هو أنتوا ناويين تغيبوا كتير؟ كله حسب تسهيل ربنا، وإن شاء الله يعني هنرجع. مش عايزة أي حاجة من بورسعيد؟ ألف شكر يا عسل، بس خلي بالكم من بعض. وأنت كمان خلي بالك من نفسك، يعني شوف وشك بخير إن شاء الله. ماشي، مع السلامة يا أبو علي. مع السلامة يا أم علي، وإن شاء الله أم علي وبالمكسرات كمان. اتكل بقى، ألقف. مجانين فله بصحيح يا ابني، غلبتني معاك. ما هو مش كده بقى، مروحك ومجيك هنا كل يوم ما منوش فايده. انا مش عايزه غير اني اشوفك وبس. انا لو كنت زمان اتجوزت وما كنتش عنست كان زماني مخلفه واد قد. بس انا ما برتاحش اللي معاك انت يا اوسه. بقول لك ايه بس يا رب، دواك مش عندي يا ابني. يا اما انت جيت متاخر، اما انا بقى جيت بدري. يعني انت ما بتحبنيش؟ حبك ايه يا ودي عبيط يا هبل انت؟ لا يا رامي، انا مش قصدي ان انا بكرهك، يعني انا قصدي يا ابن حبيبي ان انا انصحك، عايزك تحب واحده في سنك، تحبها وتحبك، تتفهموا مع بعض، تتساعدوا وتتهنوا وتخرجوا مع بعض، وفي الجامعه اكيد هتلاقي مليون الف واحده تحبك وتحبها، وتبقى الدنيا ساعتها ايه يا عم؟ بامبي 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 بامبي. مساء الخير يا ست. مساء النور يا فتنيله. يلا يا ابني، يلا حبيبي هوينا بقى، خلينا نشوف اكل عيش. قد انت شايف الزبائن شكلهم ايه؟ عاوز بنطلون يا ستوش؟ ما عنديش. طب قميص حلو كده؟ ما فيش. شراب؟ ما تلاقيش. طب سلام عليكم. مع بس مش هو الواد بتاع ال زي الهوى يا حبيبي زي الهوى. فف 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 فله. وانتي السكر. التليفون؟ تليفون. الو، بيرن. يا حبيبي. الو، ايوه يا ويكا، انت فين دلوقتي؟ وصلت الحمد لله على السلامه، انا نازله حالا. ازيك يا سمكة؟ وحشتيني يا ويك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا قمر. اوعى تكون فطرت. معقولة وانا اقدر افطر من غيرك؟ نازل يابا الشنط وبالراحة على بقية الكراتين عشان فيها حاجات هتتكسر. هوبا، يا دي علوة يا جامد، ايه القمر ده؟ طلعت حوت مش سمكة. جرى يا عم حسن؟ انت ما بتشوفش ولا ايه؟ وبعدين ما تحط لسانك جوه بقك شوية يا اخي. فيها بت؟ انت أول مرة يعني تطول لسانك عليا كده؟ ما تحترمي نفسك على الصبح. هعمل لك ايه يا حسن؟ ما انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ زي عفريت العلبه وعمال تقول حلوه. مستحيل بقى، يعني احنا كدب عليا يا بطه. بصراحه البت زي القمر، وبعدين ده لو ملكه الجمال مفيش واحده بتقول على الثانيه حلوه.
نزل يا عم، خد يا دلوقتي، خد الشنطه ولا راح فين؟ استنى بقى اسمعني، هي دي بقى اللي عم علي جايبنا ورا غير بورسعيد دي شحططنا عشانها؟ لا اله الا الله يا بنت، احنا متشحططين عشان اكل عيشنا، والبنت دي اللي هتمشي لنا شغلنا، فهمتي؟ هي شكلها اصلا تعرف تمشي نفسها. اهدي بس بالله كده يا بطه، احنا جايين نسترزق وناكل عيش، ماشي؟ بقول لك يا سمك، انا معايا اتنين اصحابي. حسن يا بطه. بطه بصي بقى، دول مش اصحابي، دول زي اخواتي بالظبط. اي حد من طرفك يا علي اشيله فوق دماغي من فوق. ده العشم برضه يا حبيبتي. صباح الفل، احلى صباح في الدنيا كلها. ده حسن. ازيك يا سامر؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا، نورتوا بورسعيد كلها. بالذمه ايه؟ ايوه النبي، احنا مش هنفطر ولا ايه؟ هنشتغل كده على لحم بطننا. انا لو ما فطرتش هيحصل لي فقدان في الذاكره يا علي. ودي تيجي برضو، ده انا هحضر لكم فطار 5 ستار، سمكه 5 ستار. تعالوا يلا. يلا يلا يا بطه، ولا انت صايمه ولا ايه؟ بس يا حاج بص، هات لك الكرتونتين التانيين. وناكل في المطاعم ليه واحنا معانا سمكه بحالها يا بنتي؟ ده علي بيقول بتعمل احلى اكل واحلى سندوتشات، ده عليها طش التقليه بتشقلب الجمرك. مبسوطه بطه؟ مبسوطه من ايه يا علي؟ من بورسعيد، انت مش اول مره تيجي؟ بس كنت فاكره احسن من كده. يا بنت انت لسه شفت حاجه؟ ده بورسعيد دي احلى جو في الدنيا واحلى بلد، وبحرها واسع وخيالها برضه واسع. لا ولسه كمان لما تروحي المينا بقى الجو هيعجبك قوي هناك. طب انا جوعت يا عم، انت الجو والهوا والبحر خلاني جوعت. ايه؟ هدوقكم الاكل بورسعيدي، هعزمكم على العشاء النهارده عند عبده كفته، هتاكلوا احلى سندوتشات كلتوها في حياتكم. ما انت باين عليك كل حاجه عجبك هنا قوي وداخله مزاجك. ما تشوف سمكه كده تشهر موضوع الاكل ده ابو علي. بس بيني وبينك علي، شكلها بيقول ست بيت كده، واضح ان نفسها حلو قوي في الاكل. ايه مالك علي؟ لو سمحت عايزاك دقيقه واحده. حاضر، ثانيه واحده. بعد اذنكم يا جماعه. ايه اللي بيحصل ده يا حسن؟ حصل ايه يعني يا بطه؟ وبعدين انت مالك؟ انت مش شايف جت خدت الجدع من وسطنا ازاي ودخلت بيه جوه وقرطستنا؟ يا بنت انت عبيطه، هو ايه اللي قرطستنا؟ مش يمكن عايزاه في حاجه مهمه؟ هتكون عايزاه في ايه يعني؟ مين البنت دي يا سي علي؟ انهي بنت؟ البنت اللي انت صاحبها وراك. دي بطه. ما انا عارفه انها بطه، هو انا قلت انها وزه؟ تبقى لك ايه البنت زفته دي؟ دي اخت حسن. يا سلام، اخت حسن زي ما هي اختك كده؟ لا انت فاهمه غلط، دي اخته بجد. اخده شقيته من امه وابوه. ومالها مش عاجبها حاجه كده؟ ازاي يعني الكلام ده؟ ما انت شايف يا علي اللي بتقوله، وبعدين عماله تبص لي بصات كده انا فاهمها كويس. لا 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 سمكه، ما تخليش مخك يروح لبعيد. بقول لك دي اختي، اختي، عارفه يعني اختي؟ يا سلام يا سي علي، لما نشوف. بقول لك ايه، احنا مش هناكل بقى، ده الواد حسن زمانه بيعيط من جوه. طب وانت؟ انا لما بشوفك بنسى كل حاجه، وبعدين لو جوعت حكلك انت، مش انت سمكه؟ حد يلاقي سمكه بالجمال ده وما ياكلهاش. طب يعني لو شفت قدامك بطه محمره كده تاكلها برضو؟ لا ما انت عارفه بقى انا ماليش تقول على البط. بتعمل ايه يا واد عندك فوق؟